الكره للجهه البعيده الى بونانوتي. واو لينجا، كره جميله، الله، كره جميله يلعبها فابريس اولينجا، ترتد من القائم وينقذ مرمى سيلتا فيغو من اصابه اكيده. محاوله من جديد مره اخرى بونانوتي، والكره تلعب جول جول جول، اخيرا الثالثه ثابته، اخيرا الثالثه ثابته. اللاعب فابريس اولينجا بعد ان اهدر فرصه ورد القائم فرصه اخرى الى بالثالثه، يرتب ترتطم الكره بجسمه وتعانق شباك سيلتا فيغو ويسجل الهدف الاول بالدقيقه 84 من عمر المباراه. اصغر لاعب في مباراه اليوم وربما سيكون في الدوري الاسباني فابريس اولينجا، اللاعب الكاميروني ذات 16 ربيعا، يسجل اول الاهداف ويجعل المدرجات اللي تتزين باللون السماوي في حيره من امرها بالدقائق الاخيره. شوف المحاولة بونانوتي، وكرة يلعبها ب ب ب بالركبة، وشوف شوف 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 الكرة لعبها بذكاء وبالثالثة، دائما الثالثة ثابتة، وفعلا تكون الثالثة ثابتة لفابريس اولينجا، واولينجا يسجل اول اهدافه.